طيب بالنسبة للأغذية، يعني هل في أغذية معينة مثلا، مش هنقول تقي الأطفال من نزلة البرد، لأن هي لو عملنا كده تكييف في درجة حرارة أكيد هيجي لهم نزلة برد، لكن تخفف الأعراض شوية. من أهم الحاجات اللي بتقوي مناعة الأطفال، لو تحب ناخدهم كده كلهم، مهم جدا إن احنا نعرفهم، هم خمسة. واحد، بيئة صحية، يعني بيت بيخدش شمس وبيخدش هواء، وبيت ما فيهوش تدخين، ما فيهوش تراب، ما فيهوش ذباب، لأن الذباب ده ناقل للعدوى في فصل الصيف. طبعا. اتنين، التغذية الصحية زي ما حضرتك بتقول. الهرم الغذائي للطفل مهم جدا، بيتكون من 40% نشويات، اللي هو العيش، اللي هو البيتزا كده، 35% معادن، واللي هي جايه معادن وفيتامينات جايه منين؟ من الخضار والفاكهه. مهم جدا الاطفال نعلمهم الخضار والفاكهه، اكل الخضار واكل الفاكهه. بعد كده 20% بروتينات، اللي هي اللحوم، اللبن، البيض، الدجاج، السمك، جبنه القريش، البقوليات، دهون. دي بتقوي جهاز المناعه. نمره 3، ممارسه الرياضه للاطفال. الاطفال الكبار لازم يمارسوا الرياضه على الاقل ساعه يوميا. ليه ممارسه الرياضه؟ الحركه والرياضه بتجري الدم، بتجري الخلايا المناعيه في جميع اجزاء الجسم. لازم رياضه، ما هم بيلعبوا يعني، يلعبوا يعني الجري والتنطيط، رياضه منتظمه في نادي او في فريق، او رياضه داخل البيت. طبعا دايما اقول للام ابتدي بالرياضه اللي في البيت لانها الاقرب والاسهل. بعد كده النوم. النوم في الأطفال ده مهم جدا لأنه بيرفع المناعة، بس النوم ده له شروط، لازم يكون نوم صحي. يعني إيه نوم صحي؟ إن أنا أنام بالليل مش أنام بالنهار. الأطفال تيجي تقول لك يا دكتور طول اليوم نايم ويجي يسهر بالليل، ده خطأ جدا. ليه؟ النوم بالليل بيخلي الهرمون بتاع الميلاتونين يطلع، اللي هو بيساعد على النوم. الميلاتونين بيخلي الأطفال تخش في حاجة اسمها النوم العميق. النوم العميق ده بيساعد على إفراز هرمون النمو للأطفال، ويجدد الخلايا المناعية أثناء النوم. النوم لازم يكون على الأقل 8 ساعات، حوالي 8 ساعات، ويفضل أن يكون نوم بدري. في الأطفال الكبار ممكن يناموا لغاية الساعة 11 بالليل، بس مش بعد كده. بعد كده التطعيمات، في تطعيمات إجبارية بنديها للرضع والأطفال الصغيرين، وفي بعد كده تطعيمات الدورية اللي بياخدوها في المدارس. مهمة قوي الأمهات يلتزموا جدا بالتطعيم، تطعيم أولادهم. الأطفال الكبار بنكتب نوتة بالتطعيمات اللي بياخدوها في المدارس، عشان لما يجي بعد كده التطعيم نبقى عارفين أخد إيه وما أخدش إيه. مهم جدا. بعد كده حضرتك قلتي الأمهات ورأي الأمهات، أنا بقول ما تسألش مجرب، لا، اسأل الطبيب، واسأل الطبيب المختص. مهم جدا تسمع من الطبيب التوصية الطبية السليمة الصحيحة.